لو سمحت يا حبيبي لو سمحت في منطقه الخانك على مساحه 3600 متر وده شغل الهلال شغال يا محمد بعد اذنك كده في المريض ولا واحد بس نعم يا فندم لا بيركب على ثلاث مواتير موتور ابو داون السير كامل لا الريموت نقدر بيع هم عايزين هو ميزته ان هو من الالومنيوم حضرتك اي حاجه تتكسر بنعملها في دقيقتين في المصنع عندنا حتى السرير لو كسر كله تفشش احنا بنعمل السرير بيشيل 220 كيلو احنا عارفين طبيعه شعبنا لا نقدر نغيره ازاز نعمله اللي احنا عايزينه كله بنعمله على حسب متطلبات العميل المقاسات زي ما العميل بيختارها احنا بنفصلها له زي ما حضرتك شايف ده كله شغل مصري في انواع متعدده هنا مثلا الستانلي زي 1 بيس القرصه 1 بيس ما فيهاش مش قطع ولا حاجه فاحنا الجوده بتاعتنا مرتفعه جدا في هذا المجال فرنيتشر Yes, our product line we have patient monitor, ECG machine, feet monitor, and anesthesia machine. We have a lot of new project under the R&D department program. So it's our honor to attend EG Medical and to meet you here. And we hope our machines can provide special care for Egyptian people. We love Egyptian. Thank you. Thank you.